هكذا تتواصل أشواطنا. شوط الإبكار انتهى. من انتهى شوط الإبكار كان من صالح الشاهينية. الشاهينية اللي فازت بالمركز الأول في الشوط الأول وهي ملك محمد بن سعيد بن محمد بن غميل النعيمي. أيضا حسب المعلومات أن في رصيدها سيارة وعوايدها بالفوز والناموس. عموما على كل حال انطلق شوط الجعدان لا يقل أهمية كذلك عن الإبكار. شوط الجعدان الأول ليحمل هذه الشعارات أبناء الخليج، أبناء الانطلاقات الجميلة في ميدان المرموم، حاضرين أشواط الحقائق خاصة بأصحاب سمو الشيوخ ومن يرغب من أبناء القبائل. نسير مباشرة إلى المراكز الأولى لنبحر في عمق الميدان، نتابع المركز الأول وهذا رقم 6 اللي هو شواش يقود مساري هذا الشوط، يقود راشد بن غصاب الخالص العامري يسيطر على مقدمة الشوط، يليه في المركز الثاني غازي وسيف بن سعيد بن محمد النعيمي ياتي في المركز الثاني. أما المركز الثالث فوصل طشار محمد بن سعيد بن خالد محمد بن مساعد بن خالد المنصوري بدأ يتحرك في هذه اللحظات، بينما المركز الرابع هناك التواجد يا سلام، هذا ناصي وسويلم بن زويد اليحافي يتقدم كذلك، بينما وصل في هذه اللحظات منذر لبطي بن عبد الله بن سعيد اليديلي. هذه النتيجة للخمس المراكز في هذه الانطلاقات وفي هذه التحديات الجميلة. الله شوف الانطلاقة، المركز الأول يا سلام، طشار ينطلق بالمركز الأول، محمد بن مساعد بن خالد المنصوري يتقدم يقود مساري هذا الشوط ويندفع بالمقدمة، يقود هذا السرب الجعدان، يليه في المركز الثاني هذا منذر بدأ يتحرك، بطي بن عبد الله بن سعيد الديلي الذي ينطلق على المركز الثاني. المركز الثالث بدأ التحرك من سراب لسهيل بن عامر بن سعيد الغفيلي يتقدم على المركز الثالث. يا سلام الأمتار الأخيرة يا سلام السيطرة، يا سلام طشار محمد بن مساعد بن خالد المنصوري، ولكن قادم منذر شوف الأمتار الأخيرة. شاهين محمد بن حمد بن سلطان الوهيبي انتزع في الأمتار الأخيرة بلمحة بصر، بينما المركز الثاني وصل فيه طشار لمحمد بن سعيد بن خالد المنصوري، والمركز الثالث منذر بطي بن عبد الله بن سعيد ديلي، والمركز الرابع والخامس حد شافهن. عموما على كل حال ما شاء الله شاهين في الأمتار الأخيرة غير الأمور كلها. شاهين محمد بن حمد بن سلطان الوهيبي الذي انتزع ناموس هذا الشوط بجدارة. توقيت الزمني 2:57 ثانية. تهانينا على هذا الفوز.